بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وحدة تنسيق الدعم تقول إن 128 من المدارس في المناطق الخارج عن سيطرة قوات النظام أصبحت خارج الخدمة، وأن 44% من الأطفال خارج المدارس. رتل عسكري روسي مؤلف من 5 سيارات من نوع بيك آب ومدرعة وشاحنتين يتوجه إلى بادية البوكمال بريف دير الزور عليه حرف زد وفق شبكة نهر ميدي. قسد تعتقل أكثر من 40 شابا من حواجزها العسكرية وتقتادهم لمعسكرات التجنيد الإجباري وفق شبكة الخابور المحلية. القوات المسلحة الأردنية تعلن ضبط 1,000,000 حبة كبتاغون كانت معدة للدخول إلى أراضيها عبر الأراضي السورية بعد اشتباكات مع المهربين. محافظة درعا تسجل أمس الأحد 5 حالات اغتيال نفذها مجهولون في مناطق متفرقة من المحافظة أدت لمقتل 4 شبان وإصابة آخرين. المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي يقول إن العقوبات التي تفرضها واشنطن على ميليشيا الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن مسألة إحياء الاتفاق النووي.